ايا كان بعثه وايا كان مبرره وايا كانت الجهه التي تتحدث بهذا الشأن. ايضا مصر تحذر من تردي الوضع الانساني والمعيشي بقطاع غزه، لا سيما مع قطع السلطات الاسرائيليه معظم الخدمات الاساسيه من غزه، مع التاكيد على ان مصر لم ولن تدخر جهدا لضمان فتح منفذ رفح البري بشكل منتظم ومستدام لادخال كل المساعدات الانسانيه والفرنسيه بالقطاع والمقدمه طبعا من عده اطراف دوليه واقليميه وبالقطع من المجتمع المصري حكومه وايضا مجتمع مدني. وفي هذا السياق ساعطي حضراتكم ايضا بعض المعلومات الاخيره عن هذا ما دخل الى قطاع غزه حتى الان حتى اللحظه. اجمالي ما دخل قطاع غزه حتى اليوم الثاني اللي هو امبارح دخل 457 طن من الادويه والمستلزمات الطبيه. 457 طن ادويه ومستلزمات طبيه. المواد الغذائيه 251 طن مواد غذائيه. المياه 87 طن من المياه، ده حتى الأمس. وحتى الأمس تم دخول 54 شاحنة حملت هذه الأشياء. ولدينا اليوم المقرر دخول 20 شاحنة أخرى، حيث يصل العدد حتى اليوم إذا ما تم دخول هذه الشاحنات إلى 74 شاحنة. وصل إلى مصر 39 طائرة مساعدات من دول شقيقة وصديقة، كان آخر طائرة منها وصلت منذ يعني وقت قصير طائرة من كينيا. وهذه الدول طبعاً حضراتكم عارفينها أو أعضاء الأردن والإمارات وتركيا وتونس وقطر وفنزويلا والبرازيل وروسيا وباكستان والدنمارك والكويت والهند والجزائر والعراق، وطبعاً بعض المنظمات ضمن الغذاء العالمي، منظمة الصحة العالمية، منظمة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين والمروة، طبعا بالاضافه الى الجهود الاكبر يعني الاغلبيه الصحيحه من هذه المساعدات تاتي من داخل مصر